نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الاستدامة الاقتصادية السنوي بنسخته السابعة تحت شعار شارقة آمنة واقتصاد مستدام. مهرة الكدبي والتفاصيل. نحو شارقة آمنة واقتصاد مستدام انطلق ملتقى الشارقة للاستدامة الاقتصادية السابع المنظم من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك بحضور سعادة كل من خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وحسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب حضور نخبة من رجال الأعمال وممثلي مختلف الدوائر المحلية في الإمارة. وخلال الملتقى تم تقديم عدد من أوراق العمل الهادفة لبحث وتعزيز التواصل المستمر بين القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمستثمرين، وذلك من خلال تبني أفكار ريادية تحقق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الأمني. الهدف التطويري والهدف كذلك الوقوف على كل المستجدات سواء من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية وما يتطلبه هذا القطاع الحيوي المهم في الإمارة من تسخير إمكانيات بشرية وكذلك إلكترونية تساهم في تطوير هذا القطاع اللي يمثل أهمية قصوى إلى الإمارة. اليوم سمعنا كثير من الإجراءات اللي تم تعديلها بناء على الملتقيات السابقة، اليوم نسمع استخراج رخصة قيادة خلال دقائق معدودة، فهذه بحد ذاتها نحن نشوفها يمكن بسيطة، ولكن هذه توفر الكثير من التنقل والتكاليف المالية على أي صاحب علاقة. اليوم مثلا فحص المركبات هذه مهم جدا لأصحاب الشركات اللي يمتلكون معدات وآلات، الشرطة اليوم تنتقل إلى مواقع عملهم، فهذه تسهل كذلك على أصحاب العلاقة وأصحاب الشركات. وعلى هامش الملتقى تم تدشين النموذج التجريبي الأولي للدراجة المرورية الكهربائية الذكية بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة سولمي، وسيتم تطويرها من خلال الاختبارات للوقوف على مدى إمكانية إضافتها ضمن أسطول الدوريات بشرطة الشارقة مستقبلاً. كما تضمن ملتقى الاستدامة الاقتصادي معرضاً للخدمات الحكومية الابتكارية لعدد من الجهات الحكومية بالإمارة، واشتمل على عدد من المنصات. إذن ملتقى الشارقة للاستدامة الاقتصادية السابع يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الأمنية وفق أرقى المعايير العالمية، نظراً لدورها في تعزيز الازدهار الاقتصادي في الإمارة. لأخبار الدار مهرة الكتبي الشارقة.